خميس ونيس والله وهابي ويكند وكل إشي. اليوم عنا حلقة على تطبيق وولف، بس هاي الحلقة مميزة حتكون. ليش؟ لأنه حيكون فيها ضيوف انتو كتير بتحبوهم، كتير كتير كتير، وبتحبوا محتواهم وبتحبوا عن إيش بيحكوا، وعشان هيك رح نحكي في هذا المحتوى في حلقة اليوم. فما تنسوا تحملوا التطبيق من هذا الرابط واستنوني على الساعة 8 بتوقيت فلسطين. شايفين هذا الايفون؟ لا 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 مش الي، هذا حيكون اليوم الكم. اليوم ممكن تربحوا ايفون 14 بس بشروط كتير سهله وبسيطه، انكم تعملوا فولو لصفحه الو عمان، وتعملوا فولو للناس اللي متابعهم صفحه الو عمان واللي هم بس 35 حساب فقط. يعني بالضبط مش حياخذوا معاكم نص دقيقه، او نص دقيقه بالضبط رح ياخذوا معاكم، نص دقيقه ممكن تربحكم ايفون 14. وما تنسوا بالاخر تفوتوا على ستوري صفحه الو عمان وتكتبوا بالبوكس الموجود على الستوري تم، علشان رح يتم السحب من هذا البوكس على الفائز بالايفون. وفي حال كان الفائز من غزه او الاردن رح يتم تسليمه هذا الايفون هيك زي ما هو. في حال طبعا بده اياه فلوس رح نعطيه حقه فلوس، يعني بدل ما هو ايفون نعطيه فلوس، وباقي الدول فقط كاش. والله من يالكو، يعني انا قاعده بربح ايفون 14 وانا لسه ما جبت ال 12 حتى، مش ال 13. يلا عيشوا.